تحية طيبة لكم، معكم عبد الجليل العباس من الجزائر، طالب دكتوراه في جامعة نجم الدين أربكان. جامعة نجم الدين أربكان جمعت بين ميزتين جميلتين، الميزة الأولى وهي حداثة نشأتها وتميزها في مختلف الفروع والتخصصات وتنوع الأقسام والكليات والمعاهد العلمية. والميزة الثانية لجامعة نجم الدين أربكان وهي أنها في مدينة قونيا، هذه المدينة التاريخية والتي تعتبر عاصمة لدولة السلاجقة، كما أنها معروفة بهدوئها وسكونها وبجوها الجميل الذي يساعد كل طالب جامعي أراد الانتساب إليها. نعيش في جامعة نجم الدين أربكان حياة طلابية في جو عائلي وعلمي متميز. أقدم لكم جامعة نجم الدين أربكان خدمات تعليمية متميزة وحياة طلابية جيدة بين أحضانها، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وشكرا.